الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. إلى من يهمه الأمر ويريد المساعدة وقادر على المساعدة، الموضوع مطالبة بالعفو أو إعادة محاكمة في قضية أنصار الإمام المهدي أتباع الإمام أحمد الحسن اليماني عليه السلام للناصرية التي صدرت فيهم أحكام سياسية وجارية بإعدام 24 منهم والسجن المؤبد 13 مع توصية بتشديد الحكم على 2 منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن عوائل المحكوم عليهم من أنصار الإمام المهدي أتباع الإمام أحمد الحسن رسول ووصي الإمام المهدي ورسول من عيسى للمسيحيين ورسول من إيليا لليهود. نتقدم بطلب العفو عن أنصار الإمام المهدي عليه السلام المحكومين بأحكام سياسية وجائرة أصدرتها محكمة الجنايات في ذيقار بالعدد 1/2009 والمصادف على بعضها من محكمة التمييز، وهي إعدام 24 شخص والسجن المؤبد لمدة 15 شخص مع توصية بتشديد الحكم على 2 منهم. يأتي طلبنا هذا بناء على يقيننا أن هذه الأحكام وكذلك المصادقة عليها من محكمة التمييز هي مسألة سياسية يريد بعض رجال الدين والمجلس الأعلى تغييرها مع موجة إعدام مجرمية قاعدة، علما أن معتقلين آخرين من أنصار الإمام المهدي عليه السلام في المحافظات الأخرى لما إرسالهم إلى بغداد ثم أطلق سراحهم بعد أن تبين بالتحقيق أنهم لم يرتكبوا أي جرم، وكان هذا ضمن نفس أحداث محرم قبل 3 سنوات والتي حصل فيها هجوم من قوات حكومية وأمريكية وبريطانية على أتباع الإمام أحمد الحسن اليماني لتحريض من بعض رجال الدين، وقد صرحت الدولة العراقية حينها أنهم قتلوا عدد كبير منا واعتقلوا آخرين ووجهت إليهم نفس التهم. أما المعتقلين في الناصرية فقد اجتمع عليهم بعض رجال الدين وجماعة من المجلس الأعلى ونقلوهم إلى بيت محافظ الناصرية وعذبوهم أشد أنواع التعذيب وبشتى الوسائل. للتحقق من ذلك يمكنكم سؤال الأنصار المحكومين الموزعين على السجون، وأيضا سؤال المفرج عنهم من الذين عذبوا في بيت المحافظ، وتوجد أمثلة من تلك الشهادات. ثم رتبوا لهم اعترافات هم كتبوها وأجبروهم على التوقيع عليها، ثم حكموهم بالإعدام. ولما حولت القضية إلى التمييز بقيت في 2 تحت الضغوط السياسية التي حالت دون نقض الأحكام. وأخيرا استغل بعض رجال الدين والمجلس الأعلى جرائم القاعدة ومطالبة الناس اليوم بمحاكمتهم وإعدامهم ليمرروا إعدام 24 من أنصار الإمام المهدي عليه السلام في الناصرية. وأخيرا نكرر طلبنا للتقبل العفو عنهم أو إعادة المحاكمة في بغداد ليتبين أن هؤلاء الأنصار مظلومين ومبغي عليهم، وليتبين كيف عذبوا بأبشع الوسائل، وأن محاكمتهم كانت مجرد مسألة صورية لإمضاء ما يريده بعض رجال الدين والمجلس الأعلى. راجين من الله سبحانه أن يلاقي منكم هذا الطلب كامل العناية والاهتمام. أعضاء المحكومين من أنصار الإمام المهدي وبعض من يمثلهم ويهمهم أمرهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.